ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة ومكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. خلينا نقول ان في حياتنا اليومية بنقابل مشاكل كتير قوي، كلنا بنحاول نسعى لحل المشاكل دي، وفي ناس كتيرة بتحاول ان هي تسعى ان هي توصل للمسؤولين عشان تلاقي حل. ففي طبعا اللي بيفشل، وفي بيقول لك يا عم ما حدش هيرد عليك، ما تحاولش اصلا تسال، مش مشكله. بس من خلال فقره السوشيال ميديا النهارده معانا موقع، والموقع ده قدر في خلال 8 اشهر انه يعمل على تقديم وايصال صوت المواطنين ومشاكل المواطنين لاولى الامر. هنتعرف اكتر، والموقع معانا اسمه حق المواطن، وده غير عايز اقول لحضراتكم كمان انه يكون بالتعاون المباشر مع مجلس رئاسه الوزراء. معانا النهارده استاذ محمد رجب اسماعيل، وهو مدير تحرير موقع حق المواطن. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. في البدايه طبعا بنرحب بحضرتك وبنشكرك جدا على فكرتك الحلوه قوي دي. ربنا يخليك. وخلينا نتكلم عن بدايه انشاء الصفحه دي، الفكره جت لحضرتك ازاي؟ حق المواطن هي الفكرة يعني من حوالي 8 شهور أو 10 شهور كده، كنا مجموعة صحفيين في تقريبا في مدينة الإنتاج الإعلامي، كان في مشكلة سيدة بتحاول إن هي تدخل المدينة عشان تقدم شكوى لأن ابنها كان مريض فعايزة تعالجه يعني وكده. فاحنا طبعا خدنا القصة وبتاع وحاولنا إن احنا نوصلها للمسؤولين، فجت من هنا الفكرة ان احنا ممكن نعمل مبادرة ان احنا ننشئ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نستقبل من خلالها المشاكل بتاعة المواطنين ونعرضها على المسؤولين ونحاول ان احنا نساهم في حلها او نساعد الناس ان هي توصل للمسؤول. صح. فبدأنا فعلا القصة وعرضنا، حاولنا يعني وصلنا للمهندس ابراهيم محلي وعرضنا عليه الموضوع، ففعلا هو ساعتها رحب بالقصة وبدأنا فعلا أنشأنا الصفحة واشتغلنا عليها، وهو ساعدنا يعني انه يعني ادى تعليمات للمسؤولين سواء محافظين او سواء وزارات ان هم يستجيبوا ويتواصلوا ويبقى فيه يعني تفاعل معانا. طب اتفضل. فبدأنا بالفعل يعني اشتغلنا وبدأنا نأسس الصفحة واشتغلنا عليها وبدأنا نستقبل الشكاوى بتاعت الناس ونعرض. طيب يا فندم، عايز اعرف من حضرتك اهداف الصفحه بالظبط، وفي نفس الوقت كمان لان دلوقتي الصفحه وصلت ان هي تكون موقع الكتروني كامل. مظبوط. بس فعايز اعرف من حضرتك بس عشان كمان الساده المشاهدين اللي بتتابعنا، اهداف الصفحه ايه بالظبط؟ احنا في الاساس الصفحه قايمه على اننا بنعرض او بنوصل صوت المواطن للمسؤول. ده الاساس بتاعنا، ان احنا بنوصل مش بنلغي المشكله وبنعرضها وبنشتغل على حلها. بننشرها الاول طبعا عندنا في الصفحه لمده 48 ساعه، وبعد كده بنبعتها للمسؤول وبنستنى بقى طبعا الرد بتاعه. فبصراحه بيبقى فيه استجابه معانا، وكان فيه اكتر من مشكله كبيره حصلت في محافظات مختلفه قدرنا ان احنا نوصلها للمسؤولين ونساهم في حلها. فده يعني بدأنا نشتغل عليها فترة وخدت طبعا مجهود، وان احنا بدأنا نعمل تسويق وترويج للصفحة على مواقع التواصل سواء في الجروبات الكبيرة او في الصفحات وبتاع، فبدأ الصفحة تنتشر وبدأ يجي لنا شكاوى كتيرة فعلا وبدأنا نتعامل معاها. في طبيعة مشاكل معينة يا فندم مختصة بيها الصفحة ولا أي حد عنده أي مشكلة؟ هي المشاكل في مصر يعني تقريبا بتبقى متشابهة، بس احنا بنستقبل مشاكل من عند اللي عاوز علاج على نفقة الدولة أو مريض أو كذا، لحد المشاكل بتاعت الصرف الصحي اللي موجودة في الشارع برضو في المحافظات، مرورا بقى بكل المشاكل اللي ممكن وفي استجابة يا فندم من المسؤولين في الجهات المختصة اللي حضرتك بتحاول توصل لهم؟ هو في الحقيقة يعني بيبقى في أغلب الأحيان بيبقى فيه استجابة. وانا سمعت كمان ان لما بقاش في استجابة بتكتبوا على الصفحة ان مفيش حد رد. احنا بنشتغل الأول، يعني في مصداقية منكم كمان. احنا بنشتغل الأول بناخد القصة بنعرضها عندنا على الصفحة بنستنى عليها يعني من 24 ساعة ل 48 ساعة. وبعد كده ما لقيناش فيه تفاعل وبتاع، فبناخد القصه او الازمه او المشكله وبناخدها وبنعرضها على المسؤول، بنبعتها له بقى من خلال الواتس او ايا كان يعني. فالحقيقه انه لما بيبقى فيه رد فعل احنا بنقول ان هو استجاب. طبعا طبعا اكيد. لكن لما بس هو الحقيقه انه يعني قليل جدا انه ما كانش فيه استجابه او كانت الظروف هي اللي مانعه او انه المشكله محتاجه وقت اكتر علشان تتحل، لكن هي في الغالب كل المشاكل تقريبا يعني ربنا بيوفقنا في اننا بنقدر نحلها مع الناس. طب بما ان حضرتك دايما على كونتاكت او في دايركت كونتاكت زي ما بيقولوا مع المسؤول او مع الجهات المختصه،
الحلقه المفرغه دي كانت جايه من ايه؟ فكره ان الناس تحاول توصل للمسؤولين بس ما بيردوش او ما بيعرفوش يوصلوا لهم. من خلال حضرتك لما عملت الصفحه دي وقدرت ان انت يكون في تواصل مع المسؤول، الحلقه المفرغه دي كانت جايه منين؟ شوف حضرتك، هو يعني في مصر في الغالب يعني كان في فجوه ما بين المواطن والمسؤول، يعني في طول الوقت بيبقى المواطنين عندهم مشاكل وبيحاولوا ان هم يوصلوا، فبيبقى كان او الفتره اللي فاتت الخمس سنين اللي فاتوا كان يعني فيه فراغ في التعامل او في التواصل ما بين المسؤولين والمواطنين. يعني كان من ضمن اهداف الصفحه او لما عملنا المبادره ان احنا بنتكلم على فكره ان احنا عايزين نقلل من فكره الوقفات الاحتجاجيه والفئويه، وان احنا نبقى يعني بديل للوقفات دي، ان احنا نبقى لسان المواطن، ناخد المشكله نقدمها للمسؤول ويعني نضيق الفجوه بشكل معين. يعني استاذن حضرتك نشوف فيديو عن حق مواطن. اتفضل. جدا بفيديو حقك هدف المواطن. خليني يا فندم اتكلم كمان، يمكن حضرتك شرحت البروسيس او الخطوات اللي بتمر بيها المشكله لما بتستقبلوها او ما بتجيلكم على الموقع، بس عايز اعرف بتتاكدوا ازاي من صحه المشكله دي؟ احنا عندنا في يعني لما بدانا نطور القصه شويه وبتاع، بقى عندنا محررين ميدانيين في الشارع وعندنا مراسلين برضو في المحافظات، فلما بتجينا شكوى بنبدا ان احنا يعني نتحقق من القصه، سواء عندنا في اداره الصفحه ناس بتتواصل مع اصحاب المشكله لما بتوصل المشكله على من خلال وسيله الارسال اللي بتيجي عليها، بنتحقق من المشكله سواء بالتليفون او بنبعت الصحفيين اللي عندنا بيتحققوا وبيشوفوا القصه حقيقيه وبيوثقوها سواء بمستندات او بالفيديو او يعني، وبناخد الحاله كلها وتفاصيلها كلها وبنبدا يعني نشتغل عليها على حسب المعطيات اللي احنا فهمناها بعد ارسال الشكوى. لانه في الغالب يعني كان بيبقى فيه مثلا ممكن تيجي شكوى يعني ممكن متاخده بشكل معين او بتقال بشكل معين او بترسل بشكل معين، فكان لازم طبعا ان احنا نوثقها مع صاحب المشكله ونعرف يعني ايه اصلها ايه وحكايتها ايه، علشان نعرف نعرضها كويس ونعرف نجيب الحل بتاعها بشكل مناسب ليها. الموقع بيستقبل حوالي كام شكوى يوميا؟ يعني من 8 ل 10 شكاوى في اليوم. ده على الصفحه. يعني من خلال الايميل او من خلال الواتس او من خلال يعني الواتساب كمان بتتعاملوا، يعني في خط كمان تليفون؟ طبعا احنا عاملينه على الصفحه وموجود. رقم التليفون ايه يا فندم او رقم الخط؟ احنا انا مديه لل بتمنى يا ريت من فضلكم نحاول ننزل الارقام والويب سايت كمان على الشاشه. طيب يا فندم حوالي 8 او 10 حضرتك قلت؟ اوكي. احنا بنشتغل عليهم طبعا كل يوم، بس برضو عندنا بعد ما عملنا يعني بدأنا واشتغلنا على فكرة تطوير الفكرة وعملنا موقع الكتروني، بدأ بقى عندنا صحفيين في الشارع برضو بيجيبوا برضو عندهم بيرصدوا المشاكل اللي موجودة، بيرصدوا كل المشاكل اللي ممكن ان هي لازم تتحل او اللي هي عاجلة، برضو دي بناخدها كأنها جايلنا بالظبط وبنعرضها برضو على الصفحة وبنعرضها للموقع وبنقدمها برضو للمسؤولين بس بالشكل كما هي، يعني من غير بقى يعني ان احنا نزود فيها شويه او كده. فاحنا عندنا الشكاوي اللي هي بتجينا من المواطنين اللي هي مباشره، يعني بنحاول ان احنا نحلها، فيعني تقريبا يوميا بنحل بنسبه من 80 ل 90%. فندم خلينا نقول زي ما قلت في البدايه ان الموقع بيتعامل مباشره مع مجلس رئاسه الوزراء. هل ده بيسر حل المشكلات المطروحة للبحث ولا؟ هو في الحقيقة انه يعني طبعا بيبقى فيه استجابة سريعة وفيه من المسؤولين ان هم بيتعاونوا معانا، لان حضرتك عارفة انه كان في يعني في بداية المبادرة طبعا كان في تعليمات، واحنا يعني مع الوقت ومع ممارسة القصة وعرض المشكلات والمصداقية مع المواطن ومع المسؤول بقى في تفاعل مع المسؤولين، وبقى يعني بقى عارفين ان احنا بنعرض القصة بشكل كويس وبنعرضها بشكل حقيقي من غير تزييف او من غير مزايدة عليها، فبدأ فيه يبقى فيه استجابة ما بيننا وبين المسؤولين، يعني التفاعل وطد العلاقه مع المسؤولين، فبقى عارفين ان احنا بنقدم الشكاوي او ان احنا غرضنا مش لا تجاري ولا اي حاجه غير اننا بنعرض شكوى او بنقدم مبادره يعني لتقليل الفجوه ما بين المواطن في الشارع والمسؤولين.
هل ليكم يا فندم أنشطة مختلفة مجتمعية؟ يعني مثلا قدمتوا مبادرات مجتمعية مختلفة؟ احنا لما طورنا فكرة الموقع وفكرنا ان احنا نعمل يعني نقدم صحافة خدمية للمواطنين، عملنا طبعا المراسلين طقم، يعني طقم مراسلين في كل المحافظات بالإضافة للموجود في القاهرة الكبرى، فبدأنا نرصد بقى المشاكل اللي هي المشاكل اللي موجودة في المحافظات، ويعني ده كان رأينا ان احنا برضو نبادر من عندنا، يبقى دي مبادرة من عندنا ان احنا من غير ناس ما تبعت او من غير الناس ما يعني ما تستنى بقى لما المشكله تحصل ويدوروا علينا ويوصلوا، علشان يوصلوا احنا بدانا نروح للناس في المناطق النائيه وفي المناطق الفقيره، نشوف المشاكل اللي موجوده هناك، سواء بقى مشاكل صرف صحي، سواء مشاكل خناقات، او يعني مثلا كان فيه من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها كان فيه قصة في أسيوط، يعني المعارك وبين العائلات وبتاع، فاحنا عرضنا القصة على وزير الداخلية وتفاعلوا أو تواصلوا مع مديرية الأمن هناك وعملوا مبادرة صلح هي. وانتهت القصة، يعني كان الحمد لله كان لنا يعني دور فيها. برضو فيه مشاكل، مثلا كان عندنا امبارح في الإسماعيلية برضو أزمة بتاعت غرق الشوارع في أبو صوير بالصرف الصحي، برضو تواصلنا مع المحافظ وبصراحة تفاعل معانا وحل المشكلة. برضو كان عندنا مشكلة قريبة في القليوبية، غلق مستشفى احنا اللي رصدناها، غلق مستشفى خيري، فعرضناها برضو على السيد المحافظ برضو بصراحة استجاب وتفاعل معانا وحل المشكلة وأحال المسؤولين عن القصة للتحقيق. فاحنا بنحاول بالإضافة زي ما بقول لحضرتك ان احنا غير المشاكل اللي بتجيلنا على الصفحة، احنا بنحاول ان احنا نوصل للمشاكل اللي موجودة في الشارع هي بشكل بقى بشكل حقيقي. ده عن طريق المراسلين زي ما حضرتك ذكرت بالظبط، احنا عندنا الموجودين. طقم مراسلين في كل المحافظات شغالين على كل المشاكل بالإضافة للمحررين الميدانيين اللي موجودين في القاهرة هنا كمان. ردود الأفعال يا فندم على الموقع، خاصة إن ده سابقة من نوعها، يعني بتدي نوع من الأمل والتفاؤل إن ممكن المشاكل تتحل. يعني في ناس كتيرة جدا بتقول لك ما حدش هيرد، ما حدش هيجي لنا، ما حدش بيسمع لنا، بنحاول نوصل لحد ما حدش بيرد. حضرتك يمكن ذكرت لي في الفاصل إن في حوالي على صفحة 270 ألف مواطن بيشاركوا، بس عايز أتكلم عن ردود الفعل وبالذات لما الناس بتتحل مشاكلهم. والله هو احنا بنبدا احنا برد الفعل قبل الناس، لما ربنا يعني ربنا بيوفقنا وبنحل مشكله جايه لنا، احنا بنبادر ان احنا بنوجه شكر للمسؤول على الصفحه وعلى الموقع، على بنقول التعاون طبعا معاكم. بالظبط، وبنشكره على ان هو تفاعل وانه حل المشكله، لانه احنا بن يعني يعني احنا زي وسيله علشان نساعد المواطنين وعلشان يعني نقلل الفجوه اللي موجوده ما بين الطرفين. لكن هو في الاخر طبعا فيه تفاعل مع من الناس وفيه ردود، بتبقى ردود فعل كويسه سواء من صاحب المشكله او انه بعد كده بنلاقي انه صاحب المشكله بيجيب مشاكل تانيه، سواء في المنطقه بتاعته او في المحافظه او في الشارع، فبيجيب لنا مشاكل تانيه، فده احنا بنعتبره ان هو رد فعل ايجابي لاننا قدرنا نحل مشكله، ففي مشاكل تانيه بتيجي فاحنا شغالين عليها بالشكل ده. يعني دي بالنسبة لنا هو ده رد الفعل الإيجابي اللي احنا منتظرينه، ان احنا يبقى عندنا مزيد من الـ من الـ من الـ من الـ من استقبال الأزمات دي واستعراضها سواء على الموقع او على الصفحة، والتواصل مع المسؤول بشكل معين سواء من خلال بقى الواتس او من خلال التليفون او من خلال الصحفي المتخصص اللي ماسك الجهة دي، فبنبدأ ان احنا نعرض المشكلة ونحلها والحمد لله. يعني طيب يا فندم خطواتكم القادمة ان شاء الله في الموقع هتكون ايه؟ او احلام حضرتك كمان الموقع؟ والله هي فكرة الموقع ان احنا نقدم صحافة متكاملة، يبقى صحافة بقى خبرية وصحافة خدمية للمواطنين، وان ربنا يوفقنا وان الموقع يكبر. طبعا فيه يعني موجود دلوقتي في الوسط الصحفي فيه مواقع كتيرة جدا، وبعضها طبعا بيبقى بيحاول ان هو يستغل الازمات دي على فكرة، وان هو يعلي فيها او ان هو ياخدها بشكل سلبي. احنا بنحاول ان احنا من خلال الموقع ان احنا نقدم المشكلة بشكلها الحقيقي، بنعرضها على المسؤولين، واحنا عارفين انه فيه يعني
الوضع اتغير، وانه فيه استجابه، وانه فيه تعليمات للمسؤولين سواء مباشره عشان مبادرتنا او من غير او غيرنا، يعني انه يبقى فيه تواصل مع الناس ويبقى فيه حلول للمشاكل دي وكده، فربنا يسهل لي يا يعني. رب يا استاذ محمد، بجد مبادره كويسه جدا جدا وبنشكرك عليها. يعني ربنا حق يخليك المواطن يا لو اي استاذ. حد عايز يحل مشكله من المشاكل يدخل على الموقع ويكتب شكوته وان شاء الله المشاكل بتتحل. ان شاء الله استاذ محمد رجب اسماعيل، رئيس مجلس اداره موقع حق مواطن، مدير مشكورك تحرير، جدا. مدير مدير تحرير، تحرير، مدير تحرير اداره موقع حق مواطن. اشكرك يا فندم، اهلا اشكرك. فاصل سريع ونكمل معاكم اخر فقره معانا، هتكون مع شريف.